أهلا بكم. الوقاية خير من العلاج، هذه قاعدة لازم نشتغل عليها ولازم نعيش بها، وخصوصا في الأشياء اللي ممكن تضرنا ممكن تأذينا، زي موضوع الثعابين. قلنا إنه في ثعابين سامة ممكن لدغتها تسبب الوفاة خلال دقائق. لو حنخرج لأي مكان، صحراء، جبل، شاطئ، بحيرة، أي مكان، فين نجلس بالضبط؟ إيش المكان اللي نختاره عشان نجلس فيه؟ في أشياء بسيطة جدا ممكن نسويها تبعد عننا شرور الثعابين وغير الثعابين. أول حاجة الأذكار، نقول الأذكار اللي تحمينا وتبعد عننا الشرور. لو خرجنا أي مكان نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ربنا إن شاء الله حيحمينا ويبعد عننا شرور كل حاجة. لما نقعد في مكان مرتفع، منطقة عالية عشان تكون مكشوفة، نشوف أي حاجة حولنا، منطقة بعيدة عن جحور الحيوانات. لو خرجنا أي مكان نلاقي محلات فيها جحور، نحاول نبعد عنها لأنه ممكن يكون فيها ثعابين وممكن يكون فيها حيوانات تجي لها الثعابين. نبعد عن أي منطقة ممكن يكون فيها حاجة، مثلا أخشاب أو مجموعة أحجار ما احنا عارفين إيش اللي جواها، نحاول نبعد عنها شوية. هذه أشياء بسيطة ممكن نسويها تبعد عننا الثعابين وغير الثعابين. لما نخرج في منطقة صحراوية أو منطقة رملية نبغى نمشي فيها، المشي على الرملة علاج، لكن لو عرفنا أن المنطقة هذه فيها ثعابين أو فيها حيوانات بتعيش فيها، الأفضل أنه نلبس حاجة في رجلنا، حاجة تكون من جلد سميك، لأنه في ثعابين بتندفن في الرملة فممكن ندوس عليها بالغلط وتلدغنا. الجزمة هذه ممكن تخفف اللدغة أو تمنع اللدغة تماما. لما نتحرك في الصحراء نتحرك معانا خشبة نخبط فيها بالأرض وإحنا ماشيين، لأن الثعابين تسمع عن طريق الموجات اللي تنتقل عن طريق الأرض، ما تسمع الصوت أو الموجات اللي تنتقل عن طريق الهواء. في الليل لازم يكون عندنا كشاف عشان نشوف فين إحنا ماشيين بالضبط، ما نمشي كده وخلاص. في ثعابين بتعيش في الليل وخصوصا في المناطق الحارة تخرج في الليل، ننتبه للحكاية هذه، لأنه المناطق الرملية خصوصا فيها ثعابين كثير جدا بتخرج في الليل، فممكن ندوس على واحد منها بالغلط. هذه أشياء بسيطة ممكن نسويها. لو حبينا نخيم، فين نخيم؟ نخيم في منطقة مرتفعة، يكون معانا خيمة تتقفل تماما تمنع دخول أي حاجة جواها، يكون عندنا وسائل للتعامل مع أي حاجة، على الأقل سكين أو سيف أو أي حاجة خاصة بالرحلات، ونكون مجهزين بأشياء تساعدنا في الحكاية هذه. مثلا الأكل الشرب يكون معنا صندوق نحط فيه الأكل والشرب، النفايات يكون معنا أشياء خاصة نجمع فيها النفايات، لأنه هذه كلها ممكن تجيب الحيوانات فبالتالي تجيب الثعابين. لما نحط الأغراض ونشيلها ننتبه، لأنه ممكن الثعابين تيجي أو أي حيوان يجي يدخل في الأغراض بدون ما نشعر، فلما نشيلها نحاول نفضها وننتبه. قبل أن نلبس الجزمة نتأكد أنه ما فيها حاجة جواها، نحاول نشيك عليها لأنه ممكن يدخل جواها عقرب أو ثعبان. هذه أشياء بسيطة ممكن تبعد عننا شرور الحاجات هذه. لو كنا في منطقة غابات أو منطقة أشجار كثيفة، قبل لا نجلس في مكان نتأكد إنه المكان ده بعيد عن
أشياء ممكن تضرنا. قبل لا نمسك الأشجار نحاول نتأكد أنه المنطقة دي ما فيها حاجة. لما نشيل صخرة أو نشيل خشب أو نشيل أي حاجة نشيلها بحرص وبحذر. الأهم من هذا كله أنه لما نطلع في أي مكان يكون عندنا وسائل اتصال، يكون عندنا ناس معانا يساعدونا في المواقف الصعبة أو في حالات الطوارئ، ونكون مجهزين بشنطة الإسعافات الأولية. هذه مهمة جدا، لازم ننتبه للحكاية هذه. ممكن نطلع في أي مكان وما عندنا أي وسيلة اتصال، ما معنا أحد، ويصير لنا مشكلة فما نعرف إيش الحل. الأكل الشرب نشيله في منطقة مكفولة، نمنع وصول أي حيوان. الزبالة أو النفايات نرميها بعيد عننا أو ندفنها تحت الأرض، وننتبه إنه ما نسمع كلام أي أحد يقول لنا أي حاجة، خصوصا في المواقف الطارئة. لو شخص فاهم، لو شخص واعي أوكي، غير كده ما نسمع كلام أي أحد. هذه الأشياء مهمة جدا كوقاية من الثعابين وغير الثعابين. أتمنى السلامة للجميع، شكرا لكم. أعزائي متابعينا اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.